مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم وصفه جديده، واليوم وصفتنا هو الطرشي او المخلل الخيار المحشي. سويتكم طبعا بطريقه كل سهله وبسيطه وسريعه جدا، يعني خلال 24 ساعه، وراح تخلين على مائده الغداء اروع واطيب طرشي، وراح اخليكم ويا المقادير وطريقه العمل. هنا المقادير عندي طبعا 4 كيلوات خيار، تشوفون نوعيتين خيار. طبعا اخذت انا هذا الناعم، بس هذا الخيار المي اللي تشوفون حجمه كبير هذا عندي موجود، بس كنت همرد اسويه. طبعا بعد ما غسلته بمي وملح وفتحته من الوسط مثل ما تشوفون، كلها فتحته من وسط الصغار والكبار، هاي مثل ما تشوفون بهذا الشكل. وهسه بعد ما طبعا غسلناهن المي ملح، راح نصفيهن من المي وراح ارويكم كمية اللي خلصت عملتها. هسه هنا طبعا راح نخلي قدر على الطباخ، لان في مكتبكم سريع وخلال 24 ساعة حيصير عندكم. عندي هذا خل مال عنب صراحة، لان ما لقيت الخل مال التمر فخليت خل عنب. راح اخليه بطلين، وهذا الخل الابيض راح اخليه نصف بطل، وهنا عندنا الملح الخشن راح اخليه نصف كوب. هسه هنا راح ادير بطلين من هذا خل العنب، يعني لترتين، وراح اخلي نصف لتر من الخل الابيض. طبعا دام تواجعتكم الخل التمر يعني عادي استعمل خل التمر، بس اني هو موجود بس صراحة ما لقيته. قلت لكم لترتين خل عنب ونصف لتر من هذا الخل الابيض، وراح اخلي كوب دبس، هو مو مدبس بس راح اخلي كوب دبس. طبعا هذا الدبس هم من ايضا مال العنب، انا عندي مال التمر بس خليت مال عنب. وهنا نصف كوب خليت ملح خشن، راح اخلط هذه المواد كلها، وراح ادير عليها لترة مي، يعني ما يعادل بطل هذا مي راح ادير هذه الكمية. راح انتظر لحد ما عندنا يفور. هسه هنا بين ما يفور عندنا الخال، راح احضر الحشوة. هنا ثرمت هذا المعدنوس او كرفوس، هذا هم شي اختياري. وهنا طبعا 4 فصوص ثوم، هذه هم الكمية انتم تحددوها شو تريدون. هنا راح ادير الثوم فوق، وراح اخلي له نصف ملعقة كوب كاري مال جدر طبعا، وراح اخلي ربع ملعقة كوب بهارات مال عنبة. طبعا هذه البهارات العنبة تعطي الحشوة كلش طعم طيب. هاي هسه المواد عندي مال الحشو، راح اخلط هذه المواد كلها، وننتظر احنا عندنا الخل يفور. هذه الحشوة كلش بسيطة طبعا، وانتو هاي الكمية الثوم تريدو اكثر اقل، هذا يعني هم شي يعني اختياري وحسب الرغبة، حتى نوع البهارات انتو هم هاي حسب الرغبة، بس افضل تحطون الكاري وبهارات العنبة تعطي طعم للحشوة كلش روعة وكلش طيب. هذه هسه هنا حشوتنا كملت، قلنا بس ننتظر الخل يفور. راح اراويكم الخطوة اللي حسويها، طبعا راح يطلع عندكم طرشي كلش كلش روعة، يعني انصحكم تجربوا. طبعا جد ما يضل بالبراد نهائيا، ما عليه كل شيء. هسه هنا عندي بعد ما فار، شوفوا الخل هنا هسه عندي فار، راح ادير الخيار. طبعا هنا عندي نقطة كلش مهمة، يعني ما اخليه هواي يفور، لازم هنا من حخلي الخيار لازم اظل يعني واقفة يمه، ما اتركه بس مجرد انه اريده يتغير اللون مالته، لان اذا فار زايد عندنا راح شكله يتغير ويذبل عندنا الخيار، يعني اظل واقفة لحد ما يتغير لونه، يعني تقريبا من 5 دقائق الى 10 دقائق مو اكثر.
هسه هنا شوف اللون مالته شلون صار. هاي بس اريد يكون هيك لونه، ما اريد كلش هواي عندي فور، لان قلت لكم ما اريد عندي الخيارة يعني تذبل. وهسه هنا بعد ما فار عندنا وصار بهذا الشكل، راح اطلع الخيار، طبعا احفصل الخيار عن الخل. تتأكدون منه طبعا كله صار لون واحد، يعني مو خيار لون وخيار لون، كله صار نفس اللون. هسه طبعا راح اصفي الخيار من الخل، يعني اعزل الخيار عن الخل، لان حتى قلت لكم ما اريد يظل بالخل وعندي يخرب او تذبل، اريد يعني تكون الخيارة يعني قوية. هسه هنا طبعا بعد ما نصفي من الخل، الخطوة اللي بعدها اعوفه يبرد تماما، هم الخيار وهم عندنا الخل يبرد عندنا تماما، بحيث شوفوا كلش بارد. هسه هنا بدا تشوفون كملنا، قلت لكم تقريبا من 5 دقائق الى 10 دقائق مو اكثر. قلت لكم هسه هنا على الوضعية راح اخلي الخيار يبرد عندي، وبالاخص الخل اريده يبرد يعني برد كامل، بحيث ما اريد كل حرورة بالخل. هسه بعد ما يبرد عندنا الخيار راح ابدي احشيه، راح اخذ وحدة وحدة واحشيها من الوسط. وهذه هم كمية طبعا هاي هنا انا حضرت، اني عندي حافظة تريدون دبة، وهذا طبعا حافظة اني همين غسلتها بمي ملح حتى تتعقم عندي، وانتو تريدون الحشوة قليلة او هواية هذا هم شي اختياري. هسه هنا اخذ الحشوة بيها، يعني ما اعتقد كل صعوبة بيه، وهم المواد كلها اعتقد متوفرة. وهسه احنا بالصيف يعني عندنا الخيار هم يعني سعره مو كلش غالي، والمعدنوس او البقدونس الكرافوس متوفر والثوم متوفر عندنا. وقلت لكم هاي نوعية البهارات هذا شيء اختياري، بس افضل انه الكاري وبهارات العنبة حتى تعطي طعم طيب. هسه هاي بعد ما حشيناها راح اخليها، طبعا راح اشيلكم واحدة ثانية. شوفوا يعني ظلت بقوتها، ما اريد تكون تصير لينة، لان يعني كل ما تخلوها تفور بالخل زايد كل ما عندكم تصير لينة. فقلت لكم ما اريد انه تخلوها كلش هواي حتى تظل يعني قوية. هنا بعد اني ما احشيها، شوف اللي يعني الخطوة اللي بعدها اللي حسويها، راح اخلي يعني خيارة مقابيلة خيارة، بحيث يعني الوجه المفتوح مقابيل وجه المفتوح بهاي الطريقة، اخليهم بهذا الشكل. وهذا عندنا الرصال نفس الحالة، طبعا هذا كلش كلش طيب، هذا الخيار بالطرشي كلش طيب، يعني هو هم خاص اصلا مع الطرشي، يعني اكو حتى بعد اصغر منه وانعم منه، بس انا اللي لقيته بالسوق. بس هذا قلت لكم وان اصلا هذا جايبته للطرشي، بس هذا الكبير كان عندي متواجد، فقلت حتى اسوي كمية اكثر، يعني انا سويت كمية اكثر، فخليت هذا الخيار ويا الخيار المي الكبار بهاي الشكل، يعني سهل سهل كلش. هسه راح نكمل الباقي واراويكم شكله بعد ما حشيناه وشون يعني صفطناه. هسه هنا كملت الكمية كلها بعد ما حشيتها، شوف صار بهذا الشكل. طبعا هنا هسه عندي همين، هنا عندي طبعا رشة ثوم حخلي، ورشة قلت لكم بقدونس او كرفوس حسب المتواجد عندكم. وطبعا عندي الخل هنا بهذا الوقت عندي لازم يكون كلش بارد، وهنا عندي ليمونتين شايفتها وحطيتها هذا الشكل.
هسه راح ادير الخل البارد، يعني لازم يكون بارد. اخلي عليه كمية خل بحايف يغطي عندي الخيار. يعني ادير بالخل حد ما تشوفون انه نوعا ما صار فوق الخيار عندنا. هسه هذه الكمية كلش كافي عندي هذا. وهسه كملت الطرشي مالتنا على هذا الشكل. راح طبعا اقبغه واخليه بالبراد، تريدوا تخلوه برا بس انا حخليه بالبراد. راح اخليه بالبراد يوم كامل. في اليوم سويت الظهر، ثاني يوم الظهر اطلعه، يعني او الصبح ثاني يوم الصبح. فانا هسه سويت الظهر، طلعت الطرشي ثاني يوم الظهر، يعني 24 ساعة. شوفوا هذا شكله صار، طبعا يعني كلش روعة، كلش طيب وسهل الى درجة، وما ياخذ حتى من وقتنا شيء. طبعا راح اطلع هم خيار واراويكم شكله من الداخل، همين ولونه والحشوة مالته. يعني شفتوا الطريقة سهلة وبسيطة وما تاخذ وقتنا، ومواد هم متوفرة يعني، ونظيف سو بيتش يعني. تشتري من السوق ما تعرفين شنو بيه ما شنو بيه. احاول انه اي شيء انا دائما اذكر هذا الشيء، احاول انه دائما اسوي بيتي انظف واطعم زين، وتعرفين المواد انت اللي استخدمتيها شنو، لان تاخذي من البرة ما تعرفين الاصباغ اللي يحطون بيها نظيفة ما نظيفة. هذه هسه عندنا الخيار، شوفوا راح افتحها من الوصل. شوفوا يوم كامل فقط وصار عندنا اروع طرشي. هسه راح اقسمها وهم اراويكم شكلها. يعني حبيبتي او عزيزتي ربة البيت، انه حاولي كل شيء سوي ببيتك، يعني اكو امور كلش سهله وما تحتاج انه اشتريهم برا. شوفوا شكلها، وانا هم قصتكم اياها من الوسط. شوفوا لونها شلون مغير، وهذه ايضا الصغيره عندنا، شوفوا شلون صارت، يعني طرشي صار روعه ونظيف وسريع وما اخذ من وقتنا كلش هواي. وهذا شكله قدامكم. حبايب قلبي اذا عجبتكم الوصفه فاكيد همين لا تنسون اللايك والتعليق الحلو منكم، ويا ريت تشاركون الفيديو مع الاحبه والاصدقاء حتى توصل الفكره لاكثر عدد ممكن. واشوفكم طبعا فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه حبايب.